Introducing the Global Crypto Alliance and their main service, Global Crypto News. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. غبت عليكم مدة كبيرة ولكن إن شاء الله سنقوم بالعودة بفيديوهات رائعة جدا. وهذا فيديو حول موقع رائع اسمه جي سي نيوز. كما ترون هذا الموقع فهو موقع إخباري حول مجال البلوكشين والكريبتو. كما ترون هنا يكون لدينا الموقع تغلق الخاص به وهناك جميع الأشياء الخاصة به من نيوز إيفنتس بابليش تروث أباوت وإنفستورز ريليشن. كما ترون هناك هذا الموقع يتوفر على مقالات خاصة بالبلوكشين والكريبتو كورنسي. أيضا كما ترون هناك يعطيك جديد الأخبار وهناك البرايس حول الكريبتو كورنسي كما ترون هناك وهناك السوشيال ميديا الخاصة بهم. ما هو جميل في هذا الموقع هو أنه يوفر خاصية رائعة جدا للكتاب وللقراء. يعني إذا كنت كاتب يمكنك أن تقوم بكتابة مقالات في هذا الموقع وهكذا يمكنك أن تقوم بربح المال عن طريق كتابة هذه المقالات يعني مثل فريلانسر. ولكن الجميل أنه إذا قمت بكتابة مقالة رائعة جدا سيقومون بنشره هناك وهكذا يمكنك أن تقوم بأخذ الأرباح وذلك بعد أن يقومون بعمل فوت حول الارتيكل الخاص بك في المنافسة مع جميع الكتاب في هذا الموقع. كما ترون الجميل في الأمر أن الموقع مازال جديد ولكن هذه الخاصية لم تطبق بعد. لذلك أريد منكم أن تقومون بمراقبة هذا الموقع وهكذا يمكنك أن تقوم بمعرفة متى سيقومون ببداية هذه الخاصية وبداية الربح. كما ترون تكون أنت من الأوائل. يعني دائما إذا كان الموقع جديد هكذا يكون الموقع صادق. كما ترون هناك هكذا هو مثال للمقالات. كما ترون يكون مقال حول بعض الأشياء. لذلك يمكن أن تقوم بتأخذ أفكار من مجموعة من المجالات وهكذا تجمعها في مقال. لذلك يمكنك أن تقوم بأخذ أسبوع كامل لكتابة مقال لكي يكون مقال رائع جدا لأن هناك لجنة تقوم بمراقبة المقالات ويمكنها أن تقوم بنشرها في الموقع. كما ترون أيضا كما ترون هناك في IEO هناك لدينا الأنونسمنت الخاصة بهم. كما ترون هناك لدينا الموقع الخاص بهم وهناك الأباوت الخاصة بهم. هناك ما هو البروجكت الخاصة بهم وطريقة العمل الخاصة بهم. كما قلت لكم أنه هناك كما ترون إيكو سيستم الخاص بالتوك الخاصة بهم. هكذا يمكنك أن تقوم بأخذ الأرباح الخاصة بك. كما ترون هناك Publish, Read and Edit. كما ترون هناك لدينا Readers هنا Editors وهناك Publisher. كما ترون هنا بالنسبة للريدرز هم القراء يمكنهم أن يقومون بأخذ أرباح عن طريقة قراءة المقالات كما ترون ونشرها في السوشيال ميديا الخاصة بهم. كما ترون هناك بالنسبة للإديتورز والرايترز كما ترون يمكنهم أن يقومون بكتابة مقالات وهكذا يمكنهم الربح عن طريق كتابة المقالات وقبولها في الموقع كما وضحت سابقا. وبالنسبة للبابليشر هو كل شخص لديه بروجكت خاصة به ويريد أن يقوم بإعلان له في داخل هذا الموقع يمكنه أن يقوم بالتواصل مع التيم الخاص بهذا الموقع. وكما ترى هناك لديهم sponsored articles, pairs, banners, slots. sponsored articles starting as low as 250 أورو. كما ترون إذا كنت تريد أن تقوم بنشر بروجكت خاصة بك في هذا الموقع ما عليك سوى تقوم بمراسلتهم. كما ترون قريبا سيقومون بتوفير الابليكيشن الخاصة فيهم في الاب ستور والبلاي ستور. كما ترون وهذا كل ما في الامر كما وضحت لكم سابقا انه يمكنك تقوم بالربح عن طريق هذا الموقع ما عليك سوى تقوم بالدخول. جميع الروابط تجدونها اسفل الفيديو. كما ترون هناك رايتر ابليكيشن ما عليك اذا كنت تريد تقوم ببداية كتابة الارتيكلز. هناك بري ريجستر ناو تو كونتريبيوت in the next level of crypto related news content. كما ترون تقوم بحصول على 200 credits عندما يقوم ببداية هذا الموقع. كما ترون هناك ويمكن تقوم بconvert الخاصة بها 50% الى call token الخاصة بهم. يعني كل شيء مشروح في هذا الموقع. هناك طريقة العمل الخاصة بما عليك سوى تقوم بارسال يوزر نيم فيرست نيم لاست نيم ايميل ادريس والباسورد. تقوم بكتابة articles خاصة بك هناك كما ترون upload article وهناك reference telegram الخاصة بك وتويتر الخاصة بك والدولة الخاصة بك والفون نمبر وهكذا تضغط على I'm not a robot. قم بالضغط على سبمايت. كما ترون كل شيء مشروح هناك وكما وضحت لكم سابقا ان كل موقع جديد يكون صادق في الاول. لذلك كن انت السباق للبداية في هذا الموقع وارسال لهم ارتيكلز الخاص بك كما ترون وهذا سيساعدك في تطوير مستواك في اللغة الانجليزية وايضا تقوم بالحصول على عمل فريلانس كما ترون سهل جدا وليس فيه اي مجهود كبير. كما ترون بالنسبة للموقع فيوفر لك خاصية الايفنتس كما ترون هناك يعطيك الايفنتس الموجودة في شهر نوفمبر كما ترون وكذا يمكنك ان تقوم بمعرفة كل جديد حول الايفنتس كما ترون. ايضا يمكن تقوم بالدخول هذه الايفنتس وتقوم بكتابة مقالات حول الايفنتس وهذا سيساعدك لقبول مقالاتك بسرعة لان لديها علاقة بالموقع. إلى هناك مشاهدينا الكرام تنتهي حلقة لهذا اليوم أتمنى أن تنال إعجابكم وإن شاء الله سيكون حلقة رائعة جدا حلقة تطبيقية مثل الحلقة السابقة لشوبيفاي ولبوكين لذلك سنقوم بالتطرق إليها في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى اللقاء.